Good morning. Today we are going to talk about how plants and animals can cause change. And then two pictures. The first picture talks about goats grazing on the land. يعني المعيز أو الماعز اللي بيرعى على الأراضي. How it causes change. إزاي بتعمل تغيير. فهي دلوقتي بتشيل طبقة السايل. بتشيل طبقة التربة اللي موجودة على الأرض. وده بالتالي يعني هي الطبقة دي اللي بنزرع من خلالها، تمام؟ فبالتالي دوت بيضر من الناحية دي، تمام؟ عندنا تاني بيكتشر بتتكلم عن water hyacinths أو الورد النيل. ورد النيل on the surface of the river، ده بينمو على سطح النيل. ده ممكن يكون harmful من خلال انه يتجمع عنده الويستز والبلاستيكس اللي بتترمي في الريفر، فبالتالي ده ممكن يؤدي لايه؟ لموت الاسماك. في بيج دلوقتي 122 بنتكلم عن اكزامبلز اكتر ونشوف هي بنفيت ولا هارم وليه، تمام؟ نمبر 1 بيقول لنا A company clears a large area of land to build a new apartment. يعني ان شركة بتشيل جزء كبير من الاراضي علشان تبني بيوت جديدة او شقق جديدة. طيب ده مفيد ولا ضار؟ يعني benefit ولا harm؟ طبعا benefit ان هو بيدينا اماكن جديدة او مساحات جديدة، بس هو بالنسبة للساينس فهو harm. عشان ايه؟ عشان هو clears large area of soil and plants، او ان هو wash away large area of soil and a plants. number 2 بيقول لنا an oil drilling platform is sunk in the Red Sea. يعني منصة تكرير بترول او تنقيب عن البترول بتنزل الزيت بتاعها في الريد سويل، في الريد سي، في البحر الاحمر. فده اكيد ده هارمفول. ليه هارمفول؟ علشان ده بيقتل الاسماك، ان هو بيشيل عنها بريفنت الايه الاكسجين عن الاسماك، عشان هو بيعمل طبقه عازله ما بين الميه والجو، تمام؟ نمبر 3 بيقول لنا فلود كفرز farmland. يعني بيحصل فيضان او فيضان يغطي اراضي زراعيه، اكيد ده harmful. ليه؟ ان هو wash away the soil and plants، يعني بيشيل طبقه السويل وبيشيل الايه النباتات المزروعه. number 4 a volcano erupts and ashes fall on the ground. يعني يحصل فيضان للبركان، فده هارمفول من ناحية ايه؟ من ناحية ان هو بيدمر اي حاجة بينزل ناحيتها البركان ده، تمام؟ an oasis dries up from a drought. يعني بيحصل جفاف في الواحات. طبعا ده هارمفول، بس هارمفول ليه؟ because plants may not be able to survive plus and then animals would leave to look for water. يعني ايه؟ يعني ان البلانتس مش هتقدر تعيش، may not be able to survive plus and the animals would leave to look for water، ان هي هتمشي علشان تدور على ميه.